إذا كان هناك أي تعديل على أي من قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون يخالف الشرع سأقف أمامه أنا وزملائي منتهى القوة. بحاجة إلى إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية، بحاجة أن يرى الناس على أرض الواقع آثار. مجلس النواب لن يتغير أداؤه ما دامت قواعد لعبة الانتخابات هي الشعوب لن تصبر أكثر على ما هي فيه. إذن أنت تحمل الدولة نتيجة خطأ، تحمل الدولة، والأنكى من ذلك أن القضاء قال أن الهيئة الإدارية المؤقتة الدائمة المنتخبة التي بموجبها حولت إلى القضاء بال2006، القضاء قال الآن أنها بريئة. هذه النظرة يعني غير الموضوعية وغير العلمية للجمعية أودت إلى ما صرنا إليه، وإلا كانت الجمعية يجب أن تكون بمنأى عن هذا الصراع السياسي التي وضعتها الحكومة. كل الهيئات الإدارية المتتابعة كانت غير قانونية، وكان هناك إبعاد تام للهيئات العامة، لكن هذه الهيئة الأخيرة أولا كمدة كانت أطول مدة، ثم كمحاولة تغيير الواقع البنيوي لجمعية المركز الإسلامي والواقع الرسالي والواقع الوظيفي الذي قامت به هذه الهيئة الإدارية، هو كان أكثر من كل هيئة إدارية سابقة.